مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، ونطلعكم على الخبر العاجل الذي نقلناه قبل قليل، حيث تتعامل 6 فرق إطفاء مع حريق اندلع في منطقة شرق الصناعية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف الشراكي الموجود في قلب الحدث. نواف، صبحك الله بالخير، وماذا لديك من أخبار؟ صباح الخير، وصباح الخير لمشاهدينا الكرام. احنا متواجدين الان في منطقه شرق، وتحديدا في جراجات شرق الصناعيه. اندلع حريق في الساعه 9 والربع تقريبا في احد الجراجات التي كانت مجموعه من الاطارات، ويمكن كانت المساحه الحريقه في وقتها يعني بحدود 2000 متر. في هذه اللحظات رجال الإطفاء متواجدين، 6 مراكز إطفاء تسارعت إلى هذا الحريق. جهد جبار ويشكرون عليه، ولكن أيضا حتى نعطي الموضوع أكثر مساحة من المعلومات للسادة المشاهدين الكرام، معي الفريق خالد المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء. فريق خالد، بالبداية يعطيكم العافية على جهودكم هذه الواضحة، ويا ليت تعطينا معلومات أولية حول هذا الحريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحريق حاليا تتعامل معاه 6 مراكز اطفاء. نجحنا في المرحلة الحالية على احتواء الحريق وعدم انتشاره. كان تحدي كبير بصراحة منع الانتشار، مثل ما انتم شايفين الكراجات ملاصقة لبعض، وسوء التنظيم والتخزين للأسف في هذه المنطقة، وزحمة السيارات مما اعاق سيارات الاطفاء انها توصل مكان الحادث. لكن ولله الحمد وكذلك مثل ما انتم شايفين صار عندنا انهيارات في هذه الكراجات، وهذا صعب عملية مكافحة الحريق. الحريق مثل ما انتم شايفين إطارات، والإطارات كميات كبيرة وصعب مكافحتها، لكن قادرين بحول الله من خلال 6 مراكز ان نحتوي الحريق ان شاء الله في القريب العاجل. فريق خالد، لو نتكلم على الخسائر، خلاف على الخسائر المادية، هل توجد هناك اصابات لا سمح الله؟ ولله الحمد لا يوجد اي اصابات بشرية، والخسائر المادية سابق لاوانه، لكن نحب نؤكد ان الحريق محاصر وجاري ان شاء الله مكافحته والانتهاء منه. فريق خالد المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء، كل الشكر لك فريق خالد. طبعا سمعنا الفريق خالد المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء حول هذا الحريق. ولله الحمد يعني بداية حسب ما نراه الآن، رغم صعوبة وشدة درجة الحرارة في هذا الموقع، ولكن رجال الإطفاء حقيقة جهود جبارة ويشكرون عليه، وقادرين إن شاء الله خلال الفترة القليلة القادمة أن يسيطرون على هذا الحريق. نعم، شكرا لك زميل نواف الشراك، ونلقاك إن شاء الله في رسائل أخرى وتقارير أخرى. شكرا جزيلا. إذا كل الشكر أيضا لإدارة الإطفاء وكل رجال الإطفاء المتواجدين الذين سارعوا إلى مثل ما احنا شايفين السيطرة على هذا الحريق، 6 مراكز. وكل الشكر أيضا لرجال وزارة الداخلية الذين حاليا يساعدون على فك الازدحام لوصول باقي طبعا رجال الإطفاء وسيارات الإطفاء التي يتم الحاجة لها في هذا المكان. نسأل الله السلامة لجميع الموجودين، ونلقاكم إن شاء الله في تقارير أخرى حول هذا الموضوع إن شاء الله في النشرات المقبلة. شكرا لكم وإلى اللقاء.